اكتر. معانا على التليفون الكابتن فريده العسقلاني، واحده من نجوم النادي الاهلي الكره الطايره. مساء الخير عليك يا فريده. مساء النور، ازيك يا مريهان؟ الاخبار؟ انت عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله. في البدايه اكيد حابه ابارك لك على التجديد للنادي الاهلي، وكان في مناقشات طويله ولا جددت كده والموضوع كان سريع وسهل؟ الله يبارك فيكي. اولا لا، هو بصراحه احنا يعني انا وايه متفقين من الاول ان احنا عايزين نكمل في الاهلي، فبصراحه هم بيقدروا الحته دي وبيقدروا مطالبنا، فالوقت يعني الموضوع ما خدش طويل قوي. يعني احنا ممكن يكون من اول مع الكوارنتين وموضوع الكورونا وكده، لا اول ما قعدنا في البيت اتكلمنا مع كابتن حمدي وخلصنا الموضوع على طول، بس يعني اتفقنا على طول، بس لسه مضيين من قريب. طيب كان في عروض من أندية أخرى جاية لك، خصوصا أكيد على دراية إن كان عقدك خلاص بينتهي، فأكيد كان في برضو أخبار من أندية تانية؟ بصراحة يعني لا، احنا في الوقت اللي احنا جددنا فيه كان لسه في الأول خالص، لسه ما حدش عارف الدوري هيعمل ايه، فكان لسه في وقت مش يعني وقت مش كل الناس فيه بتطلب وكده، فاحنا يعني زي ما نكون أخدنا الخطوة دي قبل ما يكون في طلبات كتير أو كده، بس وكده كده يعني بقية الأندية بيكونوا عارفين يعني إن احنا هنكمل يعني مع الأهلي. طيب انت واحده من نجوم منتخب مصر الكره الطايره الشاطئيه والكره الطايره عادي في الصاله، ايه الاقرب لقلبك؟ ايه الاصعب؟ يعني انا بشوف الاصعب طبعا على الرمله، بس يعني انت اللي لعبتي فانت اللي تقولي. لا انا بقالي حوالي 16 سنه بلعب اندورز فولي في يعني الصاله. اندورز فاهمه. صاله، وبقالي بس هو كام سنه من قريب جدا بلعب بالشاطئيه، فانا بالنسبه لي الشاطئيه دي حاجه تشالنجينج جدا وحاجه جديده بالنسبه لي، فبصراحه هي امتع يعني هي اصعب بس امتع من الاندورز، بس طبعا لا غنى عن الاندورز برضه يعني مش هقدر استغنى عنه كده كده، بس الحاجة الأمتع شوية هي البيت. فيو يعني الفانيو أحلى شوية. طيب قولي لي كده التدريبات المنزلية، وكنا نتناول في هذا الخبر إن كل التدريبات طبعا بيكون النادي الأهلي بيتابع معاكوا، ولكن قولي لي برضو أنت ماشية إزاي فيها؟ هو من الأول بيكون في تمرينات بنعملها، طبعا مش كل الوسائل مفتوحة لنا عشان احنا برضو في البيت، لكن على قد ما نقدر بنحاول نخلي البدني في مستوى معين. طبعا الحاجات دي ليها ups and downs عشان احنا برضو مش بنبقى ماشيين بالظبط، علشان احنا برضو في حالة بيبقى فيه برضو شوية كده زهق وملل. بس كأوفرال طبعا بنتمرن ممكن في الأسبوع كم مرة، بس لا طبعا يعني في أوقات بنبقى اللي هو حاسين بإحباط شوية، وقت مثلا رمضان بيبقى فيه تعب، ممكن يكون ده مش زي التمارين العادية، بس طبعا بنحاول عشان في أي وقت لو الموضوع رجع نكون يعني قادرين واقفين على رجلينا. طيب قبل ما اسالك على منتخب مصر، ممكن اسالك على الكابتن حمدي الصافي، واحد من اسباب تالق اكيد فريق اليد للسيدات داخل النادي، او فريق الطاير عفوا للسيدات داخل النادي الاهلي، علاقتكم بيه، ودايما يعني بيكون في حته كده منتلي قادر يتعامل معاها دايما المدرب فيما يخص السيدات يعني. طبعا يعني هو كابتن حمدي شخص هارد وركر جدا، وفعلا يعني كل البطولات اللي احنا بناخدها دي علشان بس هو عنده ضمير في التمرين جدا، وفعلا عايز نعمل حاجه، فهو لما المدرب يكون كده غصب عن الفريق كله بيبقى زيه، بيبقى عايز ماشي بنفس الريتم بتاعه. وطبعا غير الحته المنتلي طبعا ان هو كان بطل ولعيب كره طايره جامد جدا داخل النادي الاهلي برضه، نادي الاهلي، طبعا كل ده يعني الحاجات دي كلها على بعض بتوصلنا للمكان اللي احنا فيه ده يعني. طيب اخيرا يا فريده، مدى رضاكي عن مستوى منتخب مصر للكره الطايره؟ شايفه ان هو محتاج ايه؟ وبتطمحي ان انت تحققي معاه ايه؟ الكره الطايره الاندورز ولا الاندورز؟ خلينا في الاندورز. بصراحه اخر فتره يعني هو ما كانش احسن حاجه، يعني احنا كنا يعني انا ما اعرفش من زمان جدا جدا هما ما خدناش اول افريقيا، عشان بصراحه الفرق الثانيه قويه جدا يعني. احنا لما بننافس مثلا ناشئات او شابات احنا طول عمرنا بناخد اول، بس اول ما نطلع درجه اولى بناخد ثالث، يعني في حدود ثالث يعني، دايما الكاميرون وكينيا سابقنا. طبعا ده بيبقى محتاج ان احنا شغل عالي قوي من واحنا صغيرين وكده، وهما برضو
يعني كينيا والكاميرون اجسام بدنيه غيرنا تماما. ده بيبقى محتاج ان احنا بقى نبدا، يعني احنا لو مينلي هنشتغل على حاجه هتبقى هي ان احنا نطور الفتنس بتاع البنات. لا بالعكس، يعني هم مش لو لعبنا معاهم قوه ضد قوه هم هيكسبوا، احنا محتاجين بقى نبقى حته المنتل اكتر اللي هو المهاري اكتر عندهم. فانا بتهيألي ان لو يعني اشتغلنا على الحته دي جامد قوي ان شاء الله يعني نبقى ناخد افريقيا مع الفيسبوك. موفقين باذن الله فريده، وببارك لك مره تانية على تجديد التعاقد داخل النادي الاهلي. فريده العسقلاني واحده من نجوم الكره الطايره للنادي الاهلي، وجددت وهنشوف هتقدر تقدم ايه بقى كمان من طموحاتها مع منتخب مصر للفولي بول. اخبار